من جديد تحية لكم، ونتجه إلى أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة أكوتي. أحمد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي إن بي سي عربية. ودعنا نبدأ من حديث الساعة من النفط والتوترات في منطقة البحر الأحمر. كيف ترى أسعار النفط بنهاية هذا العام؟ إلى أين يتجه؟ هل نواصل المكاسب ونستعيد من جديد مستويات 80 دولار أو أكثر؟ صباح الخير كريم، اشتقنا لك كريم. الله وانا كمان. بدنا ننظر الى الاوضاع الحاليه. بدأنا على اوضاع التوترات الجيوسياسيه والتوسع الرقعه هو ما يخيف الاقتصادات العالميه، ليس فقط النفط هنا كريم، بل ارقام التضخم. عندما نرى التجاره العالميه عندما تمر من باب المندب ايقافها تحويلها الى راس الرجاء الصالح، زياده المده الزمنيه الى 40%، لن يكون هناك اختناق لسلاسل التوريد، لن يكون هناك اختناق للنفط، لكن قد يسجل بعض الارتفاعات جراء ارتفاعات التأمين، مما قد يدفع الأسعار النفط لتسجيل ارتفاعات. هنا عندما ننظر إلى المستويات السعرية كريم، مستويات 80 دولار على ما أعتقد قد تكون واردة، سواء كانت لخام غرب تكساس بداية، وبرنت أيضا قد يتجاوز 80 دولار، قد يصل إلى مستويات 83 دولار. وزن الأحداث ووزن الأمور السيئة السلبية على المعروض النفطي قد تنعكس على الأسعار القادمة بالنسبة للنفط. 8.8 برميل يوميا يمر من باب المندب، فبالتالي اختناق المعروض قد يؤدي إلى ارتفاعات الأسعار كما ذكرت بالنسبة للمستهلكات السعرية كريم. طيب، من نفط نتجه إلى الذهب والدولار والعلاقة فيما بينهما وعلاقتهم بالفيدرالي. في رأيك إلى أين يتجه الذهب ويتجه الدولار رفقة عوائد السندات؟ طبعا بعد الحديث من الفيدرالي الأمريكي أن هناك تخفيضات لمعدلات الفايدة، ولكن بعض الأعضاء يخرجون ويقولون أنه أنتوا تسرعتوا وأنه تقييماتكم متسرعة، وحتى 63% اللي بيتوقعوا ده ربما يكونوا غير دقيق. نعم كريم، مستويات الذهب والريكورد التاريخي اللي قد سجل في قبيل أسبوعين كان جراء وزن الأسواق لتخفيض أسعار الفوائد في مارس القادم. كما ذكرت كريم، الدوت بلوت كشف بأن إمكانية تخفيض أسعار الفوائد بالنسبة للفيدرالي الأمريكي 75 نقطة أساس، لكن ما تتوقعه الأسواق هو أكبر من ذلك، 150 نقطة أساس قد تعتقده الأسواق أو تتوقع الأسواق. أعضاء الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد النبرة لا تزال جزء منها صقورية، سواء كان من ويليامز، جولدسبان، وحتى اليوم دالي قد أشارت إلى إمكانية حتى تخفيض أسعار الفوائد قد يكون مبالغ فيه نوعا ما بالنسبة لما تتوقع الأسواق. لن أقول أن الأسواق قد بالغت في إمكانية التوقع لأسعار تخفيض أسعار الفوائد بشكل مبكر للأسواق، لكن بالنسبة للأرقام الاقتصادية وتحركات الفيدرالي الأمريكي متعارف عليه، الفيدرالي الأمريكي هو رد فعل على البيانات الاقتصادية وليس استباقي. رد فعل بيانات الاقتصادية المتواجدة حاليا ليس هناك داعي كريم لتخفيض أسعار الفوائد. النمو الاقتصادي لا يزال إيجابي، قد يعطي 3 إلى 6 أشهر لندخل لمرحلة الركود الذي وعد بها الفيدرالي الأمريكي أو شفها وتوقعها في الاجتماع الماضي. لذلك إذا لم نرى النمو الاقتصادي بشكل سلبي أو التضخم عند مستهدفاته 2%، فلما يتجه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة بوقت مبكر؟ تغيير دورة تجديد السياسة النقدية أو تغيير دورة السياسة النقدية من نسبة من التجديدية إلى تسهيلية لن يتبعها الفيدرالي الأمريكي إلا في حال وجود الركود أو التضخم عند المستهدفات. لذلك قد تدفع احتمالية تخفيض أسعار الفوائد كما يتوقع الأسواق، قد تدفع أسعار الذهب لتسجيل ارتفاعات، لكن سيناريو الصدمة كريم لا يزال مفتوح الباب له، أن إمكانية عدم تخفيض أسعار الفائدة أو ما تتوقع الأسواق مبالغ به قد يدفع الذهب لتسجيل بعض الانخفاضات، وطبعا إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي. بالتالي قد نرى انخفاضات الذهب إذا ما كسرنا مستويات 2000 دولار للأونصة. أحمد، احنا بننتظر بعد ساعة أو يعني ساعة ونصف من الآن بيانات التضخم في أوروبا، المتوقع أن نشاهد هبوط ل 2.4%. إذا حدث ذلك وتوافقت البيانات مع التوقعات، إلى أين يتجه المركزي الأوروبي؟ هل يتخذ إجراء باحتمالية تخفيض معدلات الفائدة، خصوصا وأنه قوة الاقتصاد التي تحدثت عنها في أمريكا لا تتواجد في أوروبا؟
نعم نعم كريم، أتفق معك تماما. لا تزال أيضا حتى النبرة بالنسبة لبنك أوروبا لا تزال نبرة صقورية، لكن البيانات الاقتصادية ليست في صالح الاقتصاد الأوروبي. الاقتصاد الأوروبي متعثر نوعا ما، عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي، نمو اقتصادي سلبي. قراءة سلبية أخرى معنى هذا الكلام أنه ركود تقني بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. قد لا يحتاج أوروبا أن يدخل عام 2024 بالركود التضخمي. نعم مستويات 2.4% تعتبر ممتازة جدا للاقتصاد الأوروبي إلى ما كنا عليه سابقا، لكن عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي قد يكون ضاغط بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة. أعضاء البنك أوروبا ذكروا بأن تخفيض أسعار الفوائد قد يكون مبالغ فيه ما تتوقع الأسواق، لكن بنك أوروبا على ما أعتقد من حيثيات البيانات الاقتصادية قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة قبيل الفيدرالي الأمريكي. إذا ما نظرنا إلى البيانات الاقتصادية 2.4% قد تدفع المستثمرين، تدفع حتى التوقعات بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة بشكل منطقي. كريم، طيب أخيرا في الصين واليابان ونحن نراقب البيانات الاقتصادية أيضا ومعدلات الفائدة، لا نزال في معدلات سالبة في بنك اليابان، كيف يبدو 2024؟ وكذلك أيضا ماذا ننتظر من بنك الشعب الصيني غدا؟ كريم، كازو أويدا قبيل ساعة من الآن لم يتحدث الكثير كعادة البنك اليابان، لا يتحدثون كثيرا بل يتجهون إلى التغييرات، تغيير منحنى عوائد السندات، تثبيت أسعار الفائدة، البقاء حتى على منحنى عوائد السندات هو السياسة النقدية. أعتقد أرقام الأجور التي راح يتفق عليها في الربيع عام 2024 هي المفصلية بالنسبة لبنك اليابان للتحرك. التضخم أعلى من مستهدفات بنك اليابان لأكثر من عام، هذا ما قد يدفع بنك اليابان لتغيير السياسة النقدية لو جاءت أرقام الأجور بشكل أعلى في الفترة القادمة، مما قد يعني ويعطي بنك اليابان الإشارات بأن التضخم هو تضخم ليس عابر، هو تضخم راسخ في الاقتصاد الياباني على عكس ما يردده بنك اليابان حاليا. فبالتالي قد يكون تغيير السياسة النقدية في الربع الأول أو في نهاية الربع الأول من عام 2024. بالنسبة للصين، الصين تحتاج ضخ الأموال الرخيصة، كما ذكر بنك الصين الشعبي بضخ قروض بمقدار 1.2 مليار دولار في الفترة القادمة، هي الأرقام الأكبر تاريخيا. تخفيف السياسة النقدية واجب على بنك الصين الشعبي في الفترة القادمة لمكافحة الانكماش في التضخم، 0.5% في الانكماش في الفترة الماضية بالنسبة للقراءات التضخم. بالتالي الأموال الرخيصة، تخفيف السياسة النقدية يحتاجها بنك الصين الشعبي، تثبيت أسعار الفائدة وارد في نهاية عام 2024، لكن في عام 2024 أو في عام 2023 عفوا في عام 2024 سيتجه بنك الصين لتخفيف السياسة النقدية في الفترة القادمة. لعل الصين تقدم مزيدا من التحفيزات وتكون مجدية في الاقتصاد بناء على ما سبق. شكرا جزيلا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في أكويتي جروب.